هاخد من كلامك عنده حاجه. 22 سنه بيلعب فاينل تشامبيونز ليج. هاخد من كلامك حاجه لاعب 25 اتفضل. يعني شوف احنا عاملين ندرس اخطاء مين الفرديه. يعني احنا النهارده عارفين ليفربول خسر باخطاء فرديه, احنا دي متفقين فيها. الاخطاء الفرديه ما خرجتش من اللعيب اللي قعد يقوله هيبقى مضغوط وتصريحاته هتضغطه وهتخليه اسوء لاعب في الماتش وهتخليه وهتخليه وهتخليه. الله ينور عليك. عشان في ناس بعد المباراه تقول ما كانش لازم بقى تقول التصريحات دي. يا جماعه ما هو يعني اولا بالمناسبه يعني كاميرات النهارده كلها على محمد صلاح والفريق ريال مدريد كسبان وكاميرات على محمد صلاح, ولو كان كسب طبعا الكاميرات هتفضل على محمد صلاح. ده شغل شغل بيئه المحترم اللي هو بيعمله لنفسه مش بيخلي حد يعمله له, انت فاهم؟ وده اصلا لو تفتكروا يعني كنا دايما نلوم على محمد صلاح انه ما بيعملش زي اللعيبه الكبار اللي في العالم, ان انت طول الوقت مستخبي ومش بتعرف تماركت لنفسك بشكل كويس. لما جه عمل القصه ديت الناس لمته. بص, علشان احنا ما عندناش عدد كبير من المحترفين وما عندناش حد محترف وصل للمرحله دي قبل كده, فبالنسبه لنا برضو احنا متعودين على الكره المصريه, متعودين على الاحترام, متعودين ان ما فيش لعيب من الاهلي مثلا حتى لو مثلا الاهلي عنده سلسله انتصارات كويسه على الزمالك يطلع يقلل من الزمالك او من ماتش الزمالك قبل الماتش. يطلع يقول مثلا ايه لاعب الاهلي يطلع يقول انا هكسب الزمالك الماتش الجاي, او لاعب الزمالك يقول انا هكسب الماتش الاهلي الجاي. لو عمل كده يبقى اللعيب ده بيثير التعصب ومش محايد. واحنا فاكرين باسم مرسي لما حاول يعمل ده لما باسم مرسي حاول يعمل ده في مره ولا مرتين الدنيا كانت بتقلب ازاي, ومش من اهلاويه, من زملكاويه كمان. بس كتير تقول له لا مش ده, ولو انت حتى واثق في نفسك ما تعملش كده. فطبعا اللي بيعمله محمد صلاح ده جديد علينا. بس تعالى بقى نشوف تصريحات الباقيين بالظبط. تيبو كورتوا ليه تصريح قبل الماتش بيقول ريال مدريد ما بيلعبش نهائي, ريال مدريد بيكسب نهائي, علشان كده انا دلوقتي في الطرف اللي بيكسب. طب ليه ده ما تبصش ان هو تقليل من ليفربول؟ تمام. ومش مش مش تيبو كورتوا بس, توني كروس معروف بتصريحاته دايما, وعلشان كده السنه اللي فاتت لما قال واحده ضد تشيلسي وقال الاطفال بتوع تشيلسي لما تشيلسي كسب يعني اتسف عليه سف كبير جدا. لا وعد بقى تصريحات كريستيانو, جوزيه مورينيو, زلاتان ابراموفيتش على مر التاريخ. يعني طبعا انا كنت قريت كذا حد كاتب يعني بيقول لك ان احسن لعيب في العالم ما يقولش ان انا احسن لعيب في العالم. يا جماعه ده ابراموفيتش ناقص يذبحنا. لا هو هو للاسف هو للاسف زلاتان ده قال حاجه اسوء من كده بكتير. مش هقدر اقولها. وصلت للي فاهم يعني ابراموفيتش دماغه راحت. وصل لاسوء من كده بكتير. الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي اصلا انا قلتها قررتها منها حطيت منها عيب اللي انت تقول اللي انت كده. فاللي انا اقصده يا جماعه يعني انا والله يعني بشوف ان في حاله تربص ما باي حاجه بيعملها محمد صلاح. رغم كده زي ما امير قال الضغط ده كله كانت الناس بتقول احنا خايفين على صلاح جدا. انا كنت اتمنى ان ما يقولش التصريحات دي عشان خايف عليه. بس النهارده محمد صلاح هو كان احسن لعيب في ليفربول, هيعمل ايه تاني؟ محمد هيعمل ايه؟ خلاص دي واحده من احسن مباريات صلاح في الموسم كله. مش ممكن الكوره دي احسن مباراه من وقت نهائي كاس الامم بصراحه. برافو عليك تحديدا كمان. طبعا الكوره اللي شالها كورتوا بايديه اللي هي بيمين محمد صلاح التوقيفه بالفنت بالشوطه. لا يعني ماستر كلاس يعني. هي مش ناقصه غير ان هي تخش الجون يعني. معلش يا امير بس الراجل شالها. لا لا بس فعلا محمد صلاح يا جماعه والله ما فيش حاجه تانية يتعمل. هو كورتوا بعد الماتش قال لك اصعب كوره كانت اول كوره شالتها من محمد صلاح اللي هو شاطها اللي هي كانت بالكعب. شالها بيمينه دي, قال لك دي كانت اصعب كوره وهي اديته بوش ودخلته جوه الجيم. مظبوط. فزي ما انت بتقول لعيب كبير كبير برضه. ولو كانت واحده بس دخلت ما كان ايه اللي هيحصل؟ كانت الناس كانت تقول لك والله ده محمد صلاح عنده حق. عندك حق. ومحمد صلاح حفز نفسه. ومحمد صلاح بص على اللاعب في الكون. واخيرا بقى عندنا لاعب بيعرف يقول تصريحات وعارف واثق من نفسه قوي. طبعا يعني احنا باشا صلاح ده اهم من كريستيانو واهم من ميسي. خلينا بقى في تفاصيل كتير قوي. امير شرفت ونورت ومليون مبروك. الله يبارك فيك يا كريم, ودايما انا ببقى مبسوط وانا معاك. ومبسوط طبعا انا موجود مع اسلام النهارده. الله يخليك يا رب. يعني اسلام انت شرفت النهارده. هارد لك وهارد لك معايا بقى. هارد لك معايا انا بقول لك مع بعض. عشان امين كان عايز الاهلي يكسب النهارده فمبروك ليه. وهارد لك بكل روح رياضيه. ربنا يخليك. شرفت النهارده. مبروك يا امير. الله يبارك فيك. تسلم يا رب. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10. عايز بس افكر حاجه, ان محمد صلاح هيفضل بالنسبه لنا الفخر, هيفضل بالنسبه لنا اعظم لاعب في تاريخ مصر, هيفضل بالنسبه لنا احسن لاعب في العالم. زعلانين عليه بحجم ما هو فرحنا دايما في كل الملاعب العالميه بانجازات وبطولات وبارقام قياسية كبيرة. زعلانين عليه طبعا زعلانين, بس عارفين ان هو هيرجع تاني واحد, او مش هيرجع, هو هيفضل افضل واحسن مهاجم وجناح ولاعب في العالم. يا رب دايما يوفق محمد صلاح. رضاك ليه خسارة اليوم. ومليون مبروك لجماهير نادي ريال مدريد في مصر وبره مصر, كل الناس اللي بتحب ريال مدريد طبعا مليون مبروك. هي دي الكورة في النهاية نستمتع بيها. احنا فرحنا النهاردة ان احنا شفنا ماتش كبير, زعلنا على محمد صلاح, وبنهني بالتأكيد جماهير ريال مدريد او الناس اللي بتحب ريال مدريد.